اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنيه علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب حا وحدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر حا وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع. قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله، حا، وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حا، وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير يعني ابن حازم عن عبد الرحمن السراج كل هؤلاء عن نافع بمثل حديث مالك بن انس باسناده عن نافع، وزاد في حديث علي بن مسهر عن عبيد الله ان الذي ياكل او يشرب في آنية الفضة والذهب، وليس في حديث احد منهم ذكر الاكل والذهب، الا في حديث ابن مسهر. وحدثني زيد بن يزيد أبو معن الرقاشي، حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني بن مرة، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعفاء حا وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أشعث حدثني معاوية بن سويد بن مقر قال دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا بعياده المريض واتباع الجنازه وتشميت العاطس وابرار القسم او المقسم ونصر المظلوم واجابه الداعي وافشاء السلام ونهانا عن خواتيم او عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضه وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج حدثنا أبو الربيع العتكي، حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم بهذا الإسناد مثله، إلا قوله وإبرار القسم أو المقسم، فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث وجعل مكانه وإنشاد الضال. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير كلاهما عن الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء بهذا الإسناد مثل حديث زهير، وقال: إبرار القسم من غير شك، وزاد في الحديث: وعن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب في الآخرة. وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن إدريس أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليث بن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي حا وحدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثني بهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم ومعنى حديثهم إلا قوله وإفشاء السلام فإنه قال بدلها ورد السلام. وقال نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن محمد قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم وقال وإفشاء السلام وخاتم الذهب من غير شك حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن اسحاق بن محمد بن الاشعث بن قيس قال حدثنا سفيان بن عيينه سمعته يذكره عن ابي فروه انه سمع عبد الله بن عكيم قال كنا مع حذيفه بالمدائن فاستسقى حذيفه فجاءه دهقان بشراب في اناء من فضه فرماه به وقال اني اخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة". وحدثناه ابن أبي عمر: "حدثنا سفيان عن أبي فروة الجهني، قال سمعت عبد الله بن عكيم يقول: كنا عند حذيفه بالمدائن فذكر نحوه ولم يذكر في الحديث يوم القيامه. وحدثني عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، حدثنا ابن ابي نجيح اولا عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفه، ثم حدثنا يزيد سمعه من ابن ابي ليلى عن حذيفه. ثم حدثنا ابو فروه قال: سمعت ابن عكيم فظننت ان ابن ابي ليلى انما سمعه من ابن عكيم. قال: كنا مع حذيفه بالمدائن فذكر نحوه ولم يقل: يوم القيامه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري: حدثنا ابي حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع عبد الرحمن يعني ابن أبي ليلى قال شهدت حذيفة استسقى بالمدائن فأتاه إنسان بإناء من فضة فذكره بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا، وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي حا، وحدثني عبد الرحمن بن بشر، حدثنا بهز كلهم عن شعبة بمثل حديث معاذ وإسناده، ولم يذكر أحد منهم في الحديث شهدت حذيفة غير معاذ وحده، إنما قالوا: إن حذيفة استسقى. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلاهما عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث من ذكرنا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى قال استسقى حذيفه فسقاه مجوسي في اناء من فضه فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعه وللوفد اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى عمر منها حله فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد الله حا وحدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسره عن موسى بن عقبه كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك. وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا نافع عن ابن عمر قال راى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حله سيراء وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم فقال عمر يا رسول الله اني رايت عطاردا يقيم في السوق حله سيراء فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب اذا قدموا عليك واظنه قال ولبستها يوم الجمعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الاخره فلما كان بعد ذلك اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث الى عمر بحله وبعث الى اسامه بن زيد بحله واعطى علي بن ابي طالب حله وقال شققها خمرا بين نسائك قال فجاء عمر بحلته يحملها فقال يا رسول الله بعثت الي بهذه وقد قلت بالامس في حله عطارد ما قلت فقال اني لم ابعث بها اليك لتلبسها ولكني بعثت بها اليك لتصيب بها واما اسامه فراح في حلته فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكر ما صنع فقال يا رسول الله ما تنظر الي فانت بعثت الي بها فقال اني لم ابعث اليك لتلبسها ولكني بعثت بها اليك لتشققها خمرا بين نسائك وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة، قال أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: وجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق تباع بالسوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذه لباس من لا خلاق له قال فلبث عمر ما شاء الله ثم ارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبه ديباج فاقبل بها عمر حتى اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت انما هذه لباس من لا خلاق له او انما يلبس هذه من لا خلاق له ثم ارسلت الي بهذه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك وحدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه اخبرني ابو بكر بن حفص عن سالم عن ابن عمر ان عمر راى على رجل من ال عطارد قباء من ديباج او حرير فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته فقال انما يلبس هذا من لا خلاق له فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فأرسل بها إلي. قال: قلت أرسلت بها إلي، وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها. وحدثني ابن نمير، حدثنا روح، حدثنا شعبة، حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر. عن أبيه أن عمر بن الخطاب رأى على رجل من آل عطارد بمثل حديث يحيى بن سعيد، غير أنه قال: إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها، ولم أبعث بها إليك لتلبسها. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الصمد، قال: سمعت أبي يحدث قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله في الاستبرق قال قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول راى عمر على رجل حله من استبرق فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم غير انه قال فقال انما بعثت بها اليك لتصيب بها مالا. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر وكان خال ولد عطاء قال ارسلتني اسماء الى عبد الله بن عمر فقالت بلغني انك تحرم اشياء ثلاثه العلم في الثوب وميثره الارجوان وصوم رجب كله فقال لي عبد الله اما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الابد واما ما ذكرت من العلم في الثوب فاني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما يلبس الحرير من لا خلق له فخفت ان يكون العلم منه واما ميثره الارجوان فهذه ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان. فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إليّ جبة طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج. فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت. فلما قبضت, قبضت قبضتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبه عن خليفه بن كعب ابي ذبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول: الا لا تلبسوا نساءكم الحرير. فاني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عاصم الاحول عن ابي عثمان، قال: كتب الينا عمر ونحن باذربيجان. يا عتبه بن فرقد انه ليس من كدك ولا من كد ابيك ولا من كد امك فاشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك واياكم والتنعم وزي اهل الشرك ولبوس الحرير فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال الا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه الوسطى والسبابه وضمهما. قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب. قال ورفع زهير اصبعيه. حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير بن عبد الحميد حا وحدثنا ابن نمير حدثنا حفص بن غياث. كلاهما عن عاصم بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير بمثله. وحدثنا ابن ابي شيبه وهو عثمان واسحاق ابن ابراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير واللفظ لاسحاق اخبرنا جرير عن سليمان التيني عن ابي عثمان قال: كنا مع عتبه بن فرقد فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا". وقال أبو عثمان: "بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، فرؤيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة". حدثنا محمد بن عبد الأعلى: "حدثنا المعتمر عن أبيه". حدثنا أبو عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد بمثل حديث جرير. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين قال أبو عثمان فما عتمنا أنه يعني الأعلام وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله ولم يذكر قول ابي عثمان. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، وابو غسان المسمعي، وزهير بن حرب، واسحاق بن ابراهيم، ومحمد بن المثنى وابن بشار. قال اسحاق اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا معاذ بن هشام، حدثني ابي عن قتاده، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفله ان عمر بن الخطاب خطب بالجابيه فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع. وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي اخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد مثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واسحاق بن ابراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر واللفظ لابن حبيب قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا روح بن عباده حدثنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج اهدي له، ثم اوشك ان نزعه، فارسل به الى عمر بن الخطاب فقيل له: قد اوشك ما نزعته يا رسول الله، فقال: نهاني عنه جبريل، فجاءه عمر يبكي، فقال يا رسول الله: كرهت امرا واعطيتنيه، فما لي؟ قال: اني لم اعطكه لتلبسه. إنما أعطيتكه تبعه فباعه بألفي درهم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن يعني ابن مهدي حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء حدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عون بهذا الإسناد في حديث معاذ فأمرني فأطرتها بين نسائي وفي حديث محمد بن جعفر فأطرتها بين نسائي ولم يذكر فأمرني. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال أبو كريب أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن مسعر، عن ابي عون الثقفي، عن ابي صالح الحنفي، عن علي: ان اكيدر دومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فاعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطم. وقال ابو بكر وابو كريب بين النسوة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا غندر عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي بن ابي طالب قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، قال: فشققتها بين نسائي. وحدثنا شيبان بن فروخ وابو كامل، واللفظ لابي كامل، قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الرحمن بن الاصم عن انس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمر بجبه سندس فقال عمر بعثت بها الي وقد قلت فيها ما قلت قال اني لم ابعث بها اليك لتلبسها وانما بعثت بها اليك لتنتفع بثمنها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الاوزاعي حدثني شداد ابو عمار حدثني ابو امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر انه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا الضحاك يعني ابا عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني يزيد بن ابي حبيب بهذا الاسناد. حدثنا ابو كُريب محمد بن العلاء، حدثنا ابو اسامه عن سعيد بن ابي عروبه، حدثنا قتاده ان انس بن مالك انبأهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر. من حكه كانت بهما او وجع كان بهما وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بهذا الاسناد ولم يذكر في السفر وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن شعبه عن قتاده عن انس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، او رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بهذا الاسناد مثله. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام حدثنا قتادة أن أنسا أخبره أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره، أن جبير بن نفير أخبره، أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام، حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن علي بن المبارك، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وقالا عن خالد بن معدان حدثنا داود بن رشيد، حدثنا عمر بن أيوب الموصلي حدثنا إبراهيم بن نافع، عن سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءه القران في الركوع. وحدثني حرمله بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني ابراهيم بن عبد الله بن حنين ان اباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب والمعصفر. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر. حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتاده، قال: قلنا لانس بن مالك، اي اللباس كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او اعجب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبره حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتاده عن انس قال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبره حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيره حدثنا حميد عن ابي برده قال دخلت على عائشه فاخرجت الينا ازارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبده قال فاقسمت بالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين حدثني علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب بن ابراهيم جميعا عن ابن عليا قال ابن حجر حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حميد بن هلال عن ابي برده قال اخرجت الينا عائشه ازارا وكساء ملبدا فقالت في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حاتم في حديثه إزارا غليظا وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله وقال إزارا غليظا وحدثني سريج بن يونس حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن أبيه حا وحدثني إبراهيم بن موسى حدثنا ابن أبي زائدة حا وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن زكريا أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه مرط مرحل من شعر أسود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف. وحدثني علي بن حجر السعدي: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: انما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ينام عليه، ادما حشوه ليف. وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابن نمير حا، وحدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا ابو معاويه، كلاهما عن هشام بن عروه بهذا الاسناد، وقالا: ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي معاوية ينام عليه حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال عمر وقتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت أتخذت أنماطا قلت وانى لنا انماط قال اما انها ستكون حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت انماطا قلت وانى لنا انماط قال أما إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نمط، فأنا أقول نحيه عني، وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون. وحدثنيه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان بهذا الإسناد، وزاد: فأدعها. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب: حدثني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب حا وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنا هارون الايلي حدثنا ابن وهب حدثني اسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وزادوا فيه يوم القيامة. وحدثني ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني عمر بن محمد عن ابيه وسالم بن عبد الله ونافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة كلاهما عن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا حنظلة، قال سمعت سالما عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. وحدثنا ابن نمير حدثنا اسحاق بن سليمان، حدثنا حنظله بن ابي سفيان، قال سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثله، غير انه قال: ثيابه. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت مسلم بن يناق يحدث عن ابن عمر انه راى رجلا يجر ازاره فقال ممن انت فانتسب له فاذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم باذني هاتين يقول من جر ازاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا أبو يونس حا وحدثنا ابن أبي خلف حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثني ابراهيم يعني بن نافع كلهم عن مسلم بن يناق عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير ان في حديث ابي يونس عن مسلم ابي الحسن وفي روايتهم جميعا من جر ازاره ولم يقولوا ثوبه وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله وابن ابي خلف وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج. قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أمرت مسلم بن يسار مولى نافع بن عبد الحارث أن يسأل ابن عمر. قال وأنا جالس بينهما: أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء شيئا؟ قال سمعته يقول: لا ينظر الله اليه يوم القيامة. حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب: أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال زد فزدت. فما زلت اتحراها بعد، فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن محمد، وهو ابن زياد. قال: سمعت أبا هريرة، ورأى رجلاً يجر إزاره، فجعل يضرب الأرض برجله، وهو أمير على البحرين. وهو يقول: جاء الأمير، جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد يعني بن جعفر، حا وحدثناه ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر: كان مروان يستخلف ابا هريره، وفي حديث ابن المثنى كان ابو هريره يستخلف على المدينه. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد، عن ابي هريره، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد اعجبته جمته وبرداه. إذ خُسِف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حا، وحدثنا محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، حا، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، قالوا جميعا حدثنا شعبة عن محمد بن زياد. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا المغيره يعني الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد اعجبته نفسه فخسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردين ثم ذكر بمثله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حله ثم ذكر مثل حديثهم حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن خاتم الذهب وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه بهذا الاسناد وفي حديث ابن المثنى قال: سمعت النضر بن انس حدثني محمد بن سهل التميمي حدثنا ابن ابي مريم اخبرني محمد بن جعفر اخبرني ابراهيم بن عقبه عن كُريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح. قال أخبرنا الليث: حا وحدثنا قتيبه حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه فصنع الناس ثم انه جلس على المنبر فنزعه فقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم ولفظ الحديث ليحيى وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حا وحدثنيه الزهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حا وحدثنا سهل بن عثمان حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث في خاتم الذهب، وزاد في حديث عقبة بن خالد وجعله في يده اليمنى. وحدثنيه أحمد بن عبده، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب حا وحدثنا محمد بن اسحاق المسيبي، حدثنا انس يعني بن عياض عن موسى بن عقبه حا، وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم حا، وحدثنا هارون الايلي، حدثنا ابن وهب كلهم عن اسامه جماعتهم عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب، نحو حديث الليث حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. قال ابن نمير: حتى وقع في بئر ولم يقل منه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد ومحمد بن عباد وابن أبي عمر، واللفظ لأبي بكر. قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم القاه ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش احد على نقش خاتمي هذا وكان اذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع العتكي كلهم عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن سهيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله وقال للناس اني اتخذت خاتما من فضه ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش احد على نقشه وحدثنا احمد بن حنبل وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا اسماعيل يعنون بن عليه عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر في الحديث محمد رسول الله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك، قال: لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم، قال: قالوا انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما. قال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضه كاني انظر الى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتاده عن انس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان اراد ان يكتب الى العجم فقيل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما من فضه قال كاني انظر الى بياضه في يده حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا نوح بن قيس عن اخيه خالد بن قيس عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة، ونقش فيه محمد رسول الله. حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد، أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا. قال: فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتمهم. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا روح، أخبرنا ابن جريج أخبرني زياد أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوها فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. حدثنا عقبة بن مكرم العمي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا عبد الله بن وهب المصري، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، حدثني أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه وعباد بن موسى قال حدثنا طلحه بن يحيى وهو الانصاري ثم الزرقي عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضه في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه وحدثني زهير بن حرب حدثني اسماعيل بن ابي اويس، حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد بهذا الاسناد مثل حديث طلحة بن يحيى. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة. عن ثابت عن أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه. وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كُريب جميعا عن ابن إدريس واللفظ لأبي كُريب، حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كُليب عن أبي بردة عن علي قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها. لم يدر عاصم في اي الثنتين ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر قال فاما القسي فثياب مضلعه يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا واما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الارجوان وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن لأبي موسى قال سمعت عليا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبا بردة قال سمعت علي بن ابي طالب قال نهى او نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو الاحوص عن عاصم بن كليب عن ابي برده قال قال علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتختم في اصبعي هذه او هذه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني ابن زياد، عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتعل احدكم فليبدا باليمنى، واذا خلع فليبدا بالشمال، ولينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج: عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي احدكم في نعل واحده لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ لابي كريب. قال حدثنا ابن ادريس عن الاعمش عن ابي رزين. قال خرج الينا ابو هريره فضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. وحدثنيه علي بن حجر السعدي: أخبرنا علي بن مسهر، أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن أبي الزبير عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة. وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر حا وحدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا انقطع شسع احدكم او من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحده حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا ياكل بشماله ولا يحتبي بالثوب الواحد ولا يلتحي في الصماء حدثنا قتيبه حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقٍ على ظهره. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمشي في نعل واحد ولا تحتبي في إزار واحد ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا روح بن عباده حدثني عبيد الله يعني ابن ابي الاخنس عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين احدكم ثم يضع احدى رجليه على الاخرى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة حا وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد مثله. حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع وقتيبة بن سعيد. قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد وقال الاخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر قال قتيبة قال حماد يعني للرجال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة فأمر أو فأُمر به إلى نسائه قال غيروا هذا بشيء. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي سلمه وسليمان بن يسار عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم حدثني سويد بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه انها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعه ياتيه فيها فجاءت تلك الساعه ولم ياته وفي يده عصا فالقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت: والله ما دريت، فأمر به فأخرج فجاء جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك فلم تأت، فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا المخزومي، حدثنا وهيب عن أبي حازم بهذا الإسناد، أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فذكر الحديث ولم يطوله كتطويل ابن أبي حازم. حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق. ان عبد الله بن عباس قال اخبرتني ميمونه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح يوما واجما فقالت ميمونه يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل كان وعدني ان يلقاني الليله فلم يلقني اما والله ما اخلفني قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جر كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة، قال أجل، ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم. قال يحيى وإسحاق: أخبرنا وقال الآخران. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه سمع ابن عباس يقول سمعت ابا طلحه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره وحدثناه اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثل حديث يونس وذكره الأخبار في الإسناد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بُسْرٌ ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فاذا على بابه ستر فيه صوره. قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الم يخبرنا زيد عن الصور يوم الاول؟ فقال عبيد الله: الم تسمعه حين قال: الا رقما في ثوب. حدثنا ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فاذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني الم يحدثنا في التصاوير قال انه قال الا رقما في ثوب الم تسمعه قلت لا قال بلى قد ذكر ذلك حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير عن سهيل بن ابي صالح عن سعيد بن يسار ابي الحباب مولى بن النجار عن زيد بن خالد الجهني عن ابي طلحه الانصاري: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا تماثيل. قال فاتيت عائشه فقلت: ان هذا يخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا تماثيل. فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقالت لا ولكن ساحدثكم ما رايته فعل رايته خرج في غزاته فاخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فراى النمط عرفت الكراهيه في وجهه فجذبه حتى هتكه او قطعه وقال ان الله لم يامرنا ان نكسو الحجاره والطين قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوّلي هذا، فاني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت: وكانت لنا قطيفة، كنا نقول: علمها حرير، فكنا نلبسها. حدثنيه محمد بن المثنى، حدثنا ابن ابي عدي وعبد الاعلى بهذا الاسناد، قال ابن المثنى: وزاد فيه، يريد عبد الاعلى. فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبده حا وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع بهذا الإسناد وليس في حديث عبده قدم من سفر. حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه، ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، أن عائشة حدثته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بمثل حديث إبراهيم بن سعد غير أنه قال: ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده. حدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد وفي حديثهما ان اشد الناس عذابا لم يذكرا من. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه واللفظ لزهير. حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه انه سمع عائشه تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوه لي بقرام فيه تماثيل فلما راه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشه اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه الذين يضاهون بخلق الله قالت عائشه فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم، قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه. فقال أخريه عني. قالت فأخرته فجعلته وسائد. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي، وقد سترت نمطا فيه تصاوير، فنحاه فاتخذت منه وسادتين. وحدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث، ان بكيرا حدثه ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه ان اباه حدثه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته وسادتين فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعه بن عطاء مولى بني زهره افما سمعت ابا محمد يذكر ان عائشه قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما قال ابن القاسم لا قال لكني قد سمعته يريد القاسم بن محمد حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشه أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت أو فعُرفت في وجهه الكراهية، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: احيوا ما خلقتم. ثم قال: ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكه. وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد: حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الثقفي حدثنا أيوب حا وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي عن جدي عن أيوب حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد حا وحدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا ابو سلمه الخزاعي اخبرنا عبد العزيز بن اخي الماجشون عن عبيد الله بن عمر كلهم عن نافع عن القاسم عن عائشه بهذا الحديث وبعضهم اتم حديثا له من بعض وزاد في حديث ابن اخي الماجشون قالت فاخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، حا، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى وهو القطان، جميعاً عن عبيد الله، حا، وحدثنا ابن نمير، واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع، أن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا الثقفي كلهم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن ابي شيبه، حدثنا جرير عن الاعمش حا وحدثني ابو سعيد الاشج، حدثنا وكيع، حدثنا الاعمش عن ابي الضحى. عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولم يذكر الأشج إن وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية حا وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد، وفي روايه يحيى وابي كريب عن ابي معاويه: "ان من اشد اهل النار يوم القيامه عذابا المصورون". وحديث سفيان كحديث وكيع. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. حدثنا منصور عن مسلم بن صبيح. قال: كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم. فقال مسروق: هذا تماثيل كسرى. فقلت: لا، هذا تماثيل مريم. فقال مسروق: أما إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال مسلم: قرأت على نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال له ادن مني. فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه. قال: انبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، فأقر به نصر بن علي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن النضر بن أنس بن مالك. قال: كنت جالسا عند ابن عباس، فجعل يفتي ولا يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى سأله رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فقال له ابن عباس: ادنه، فدنا الرجل، فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. حدثنا أبو غسان المسمعي: ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن النضر بن أنس أن رجلا أتى ابن عباس فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة، قال: دخلت مع أبي هريرة في دار مروان، فرأى فيها تصاوير، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة عن ابي زرعة قال دخلت انا وابو هريرة دارا تبنى بالمدينة لسعيد او لمروان قال فرأى مصورا يصور في الدار فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر او ليخلقوا شعيره حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير". حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا بشر يعني ابن مفضل، حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس». وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حا وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر. قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت. قال مالك: ارى ذلك من العين. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج، عن ابي الزبير عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه. وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد حا وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني سلمه بن شبيب حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. حدثنا أحمد بن عيسى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: وراى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فانكر ذلك قال فوالله لا اسمه الا في اقصى شيء من الوجه فامر بحمار له فكوي في جاعرتيه فهو اول من كوى الجاعرتين حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس قال: لما ولدت أم سليم، قالت لي يا أنس: انظر هذا الغلام، فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال: فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حويتية، وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن هشام بن زيد قال سمعت انسا يحدث ان امه حين ولدت انطلقوا بالصبي الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه قال فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما قال شعبه واكثر علمي انه قال في آذانها. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني هشام بن زيد قال: سمعت أنسا يقول: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسيم غنما قال أحسبه قال: في آذانها. وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث حا وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد ويحيى وعبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله. حدثنا هارون بن معروف حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم ابل الصدقه. حدثني زهير بن حرب، حدثني يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله، اخبرني عمر بن نافع عن ابيه، عن ابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال قلت لنافع وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي. قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني، حدثنا عمر بن نافع حا، وحدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيد يعني بن زريع، حدثنا روح عن عمر بن نافع بإسناد عبيد الله مثله، وألحق التفسير في الحديث. وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر، وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ح وحدثنا أبو جعفر الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حدثني سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني حا وحدثناه محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا هشام يعني بن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد مثله حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبده حا وحدثناه ابن نمير حدثنا أبي وعبده حا وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حا وحدثنا عمرو الناقد أخبرنا أسود بن عامر أخبرنا شعبة كلهم عن هشام بن عروة بهذا الاسناد نحو حديث ابي معاويه غير ان وكيعا وشعبه في حديثهما فتمرط شعرها وحدثني احمد بن سعيد الدارمي اخبرنا حبان حدثنا وهيب حدثنا منصور عن امه عن اسماء بنت ابي بكر ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني زوجت بنتي فتمرق شعر رأسها وزوجها يستحسنها أفأصل يا رسول الله فنهاها حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن عمرو بن مره قال سمعت الحسن بن مسلم يحدث عن صفيه بنت شيبه عن عائشه ان جاريه من الانصار تزوجت وانها مرضت فتمرط شعرها فارادوا ان يصلوه فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن الواصلة والمستوصلة حدثني زهير بن حرب حدثنا زيد بن الحباب عن ابراهيم بن نافع اخبرني الحسن بن مسلم بن يناق عن صفيه بنت شيبه عن عائشه ان امراه من الانصار زوجت ابنه لها فاشتكت فتساقط شعرها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان زوجها يريدها افاصل شعرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الواصلات. وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن نافع بهذا الاسناد وقال: لعن الموصلات. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حا وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير. قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله: اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة. وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن المفضل حدثنا صخر بن جويريه عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعثمان بن ابي شيبه واللفظ لاسحاق اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات. والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امراه من بني اسد يقال لها ام يعقوب وكانت تقرا القران فاتته فقالت ما حديث بلغني عنك انك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله: وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المراه: لقد قرات ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قراتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقالت المراه فاني ارى شيئا من هذا على امراتك الان قال اذهبي فانظري قال فدخلت على امراه عبد الله فلم تر شيئا فجاءت اليه فقالت ما رايت شيئا فقال اما لو كان ذلك لم نجامعها حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، حدثنا سفيان حا، وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن ادم، حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل، كلاهما عن منصور في هذا الاسناد بمعنى حديث جرير، غير أن في حديث سفيان: الواشمات والمستوشمات، وفي حديث مفضل: الواشمات والموشومات. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. قالوا حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن سائر القصة. من ذكر أم يعقوب وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير يعني بن حازم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر. وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بمثل حديث مالك غير أن في حديث معمر إنما عذب بنو إسرائيل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة. حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه. فسماه الزور وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية قال ذات يوم إنكم قد أحدثتم زي سوء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكسر به النساء أشعارهن من الخرق. حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع وعبدة عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة: أن امرأة قالت يا رسول الله: أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبدة: حدثنا هشام عن فاطمة، عن أسماء: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطك لابس الثوب زور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بهذا الإسناد حدثني أبو كريب محمد بن العلاء وابن أبي عمر قال أبو كريب أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا ولا له، قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن حميد عن انس قال نادى رجل رجلا بالبقيع يا ابا القاسم فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لم اعنك انما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي